بالوقت اللي استطاعت إيران أن تستغل الشيطان الأكبر لتوحيد الإيرانيين أمام خطر خارجي، وجدت وكسبت كثير من العطف، وبالمناسبة تعاونت مع إسرائيل من أجل ضرب العراق، تعاونت مع الشياطين من أجل ضرب صدام حسين، وتعاونت مع أمريكا لضرب صدام حسين. كل هذا حقق لها ما حققه، والآن هي تشعر بزهو. السؤال، هذا الزهو، هذه القوة اللي صارت عند إيران، هل استفاد الشعب الإيراني منها؟ الجواب إطلاقا لا، كما استفاد السوفيت من انتصار الحرب العالمية الثانية وفي النهاية خسرها. الآن في إيران مشروع معد وجاهز وواضح، وهو الطريقة لإنهاء النفوذ الإيراني تشبه النفوذ عن طريق تهديمها من الداخل. فاليوم نجد البلوش ما مرتاحين وهم قريبين إلى باكستان، نجد الآذريين غير مرتاحين لأن يجدوا دولتهم تتحالف مع أرمينيا ضد أذربيجان، نجد أبناء الأهواز العرب ما مرتاحين لفقرهم، لمنع لغتهم، كل هذا باسم الطائفية وغير ذلك. طيب. فالعباءة اللي كانت يستخدموها انتهت، فالآن مشروع إيران سيتم هدمه من الداخل. هل الشعب الإيراني سيكون ضحية؟ نعم سيكون ضحية، كما كانوا العرب ضحية هذه السياسات والشعوب السوفيتية هذه السياسات. نأتي الآن، هل احنا نرتكب خطأ وراء خطأ؟ انا اعتقد يجب ان يكون عند العرب رؤية اكثر نضجا، وهذه عن طريق تقليم اظافر ايران او اذرع ايران، ليس بالقوة وانما بالاقتصاد. فبالتالي التحول العربي تجاه سوريا خطوة جيدة، وكذلك التحول العربي تجاه حتى تجاه الشعب الإيراني هذه خطوة جيدة. السؤال الآن، هل هناك وضوح ونضج عربي للتعامل مع إيران بعيدا عن السلاح؟ هذا هو التحدي.